طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل هذا حديث وهل هو صحيح؟ نعم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به ما يحتاجه كل مسلم من أمور دينه مما لا يستقيم دينه إلا به. فطلب العلم على قسمين، منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية. أما النوع الأول وهو فرض العين على كل مسلم، فهو ما لا يستقيم دين الإنسان إلا به، من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، فإنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأصول وهذه الأركان، أركان الإسلام، تعلمها، يتعلم أحكامها، لأنها هي أركان الإسلام، هذا واجب على كل مسلم. وأما القسم الثاني وهو ما هو فرض كفاية، فهو ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات وأحكام الحدود والقصاص إلى غير ذلك من أنواع العلم التي تحتاجها الأمة بمجموعها، وقد لا يحتاجها كل فرد بعينه، فهذا القسم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع آثموا جميعا. نعم.